أول شيء صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه قصة تقريبا لها حول 80 سنة. هذولا ثلاثة طلعوا من وسط بريدة، من بريدة، وقيل إنهم بيتجهون يعني بلاد الشام، أو قيل إنهم بيروحون للعراق، ما يدرى وين مسيرتهم، لكن ناس إن بيروحون ذبحهم الجوع. وهك الحين قبل سنين مضت كانت ألم تدعي تقول يا الله يا رب عسى ولادي يروح للعراق ويروح بلاد الشام هناك، لأنه مغنيها الله سبحانه وتعالى، وكانت نجد شوي فيها الجوع وفيها الفقر. هذول الثلاثة طلعوا من وسط بريدة متجهين الشمال ويمشوا، يوم أصلوا حروة 20 كيلو يمشون ترى على رجليهم، ولا ذا يوم دقهم الجوع ذبحهم الجوع، ويقومون يحطون الحصى على بطونهم ويربطون الحبال لعلهم غربوا شوي ويجون بلدة اسمها بلدة القرعة، معروفة يعرفونها أهل بريدة، تبع تقريبا حول 25 وبهن 25 كيلو. تخيل الثلاثة ذولا ماشيين على رجليهم، ولا داقهم الجوع حالتهم حالة، ولا في رجال اسمه علي العريف الله يرحمه يسكنه الجنة من بلدة القرعة كان طالع وشافهم، يا ولد وش علامكم وش بكم، ولا هم الناس مواتة ذبحها داقها الجوع دق، والله يا ابن حلال هل تشوفوا حالتنا حالة، قلب شلب شو يقلط يقلط هو يجي بيقلطها. وكانت البيوت ذيك الأيام الناس ما عندها شيء، الناس ضعوف شيء، يا الله يلقونه يا الله يحصلونه. هو يجي يقلطهم وهو يدخل علي العريفي على امرته، ولا له بنيات وله اولاد اسمه صالح، اولاد صالح هذا صالح صغير بالعمر، هو يدخل على المراه قال ترى عندي ضيوف وش عندك، قالت المراه ما والله ما عندي شيء الا تميرات حطت لهم بصنيديق وحفرت لها حفره ودافنتها، تقول دافنتها للبنيات ودافنتها عن صالح لا يلعب فيه ونموت حنا من الجوع، قال احفري طلعيها. قالت ليه؟ قال لا انا لاقي لي ثلاثة الحين هذي جايبهم والله انهم موتي، وش عندك غيرها؟ قالت والله ما عندي شيء بر صغير اندسته وانا ذلت على بناتي. قال طلعيهن يرزقنا الله. الموت حافر المرة تراه بصنيديك وتميرات حافرتهن ويطلعهن وياخذهن، قال زين يلبر اللي عندها اشوى يتزينه ويطعمهم، يوم اطعمهم ولا تقل توهم مولدين توهم يشوفون الحياة من فرحتهم بالاكل وشيء، لا تحسب الذبيحه ولا بوفيه مفتوح، ترى شويه ميرات وبر. يوم ذاقوه قالوا العلي دعوا له قالوا تكفى وش نبي الزبله وينه؟ قال الزبله منا. وهم يقفون الثلاثه ويدعون، قال يا الله يا رب يا الله يا حي يا قيوم انك تبارك له في ماله وحاله، يقعد يدعو له ويودعهم وهم يمشون. داخل انت يا علي يم المره، هالمره الحين وخذ تمره تبارك له في ماله وحاله، يقعد يدعو له ويودعهم وهم يمشون. داخل انت يا علي يم المرأة، هالمرأة الحين وخذ تمرة وخذ الطحين والبر اللي عندها، هو بيسالف معه ولا الباب يطق، وهو يطلع ولا هو حد الخوية اخوية امير بلدة القرعة، تعال يا علي امير القرعة يبيك. قال وش يبي؟ قال والله ما ادري لكن مرسلني لك يبيك بلسن كرسة. وهو يطلع انت يا علي يروح لامير القرعة، سلام عليك السلام يا هلا. قال جابك الله، شوف هذه 15 ناقة ضيعات الأمير بريدة هك الحين عبد الله بن مساعد الله يرحمه يسكنها الجنة، قال عليهن الوسم وضيعات وتكفى يا علي خذهن وسقهن وودهن لعبد الله بن مساعد، إن النياق هذه لا معها راعي ولا معها شيء وشرطهن ضيعات اللي يدرون عنها. يقوم لك علي يروح على الملمرة ويسوق لك 15 ناقة، وذاك الزمن الناقة تسوى مثل قوت الحين جيب جديد، ولا معه لا حرس ولا معه شيء، والله يسوقهن علي من القرعة رجل لين وصلهن قصر عبد الله بن مساعد ببريده. يوم اقبل عليه ويدخل عليه من هو انت؟ كان علي العريفي. قال واللي قلتون؟ قال والله لقيناهن بالقرعة، وانه وصاني الامير اجيبهن لك. فرح عبد الله بن مساعد الله يرحمه ويسكنها الجنة ما شاء الله بأمانة هذا الرجل، فأمر انه يصرف له 15 ريال فرنسي ذهب على كل ناقة، كل ناقة ريال فرنسي، الريال الفرنسي. انا اذكر ابوي الله يرحمه يسكن الجنه يقول يا وليدي انا كنت اشتغل شهر يا الله احصل ريال فرنسي فرنسي، هذا رزقه الله 15 ريال فرنسي ذهب يوم واحد كنز. هم ياخذه بغى يدنها بتسو وتذكر دعوه الثلاثه، هو ياخذهن وهو يروح للسوق الحين سوق بريد الداخلي الجرد والسوق اللي من داخل سوق الوسعه هك الحين، وهو يتقضى ويشيل من الحمل على قدر ما يشيل، هو يشيل حمالين معه، وهو يرجع معه الأرزاق من تمه من سكر من ما شاء الله تبارك الله، وهو يدخل على امرته محملا بالأرزاق
لا إله الله، وتقوم المرة من فرحتها ويتوزع على جيرانها. صالح هذا الوليد الصغير أنا لحقت عليه، ويوم يقص لها قصة هو شاي سبي، طبعا توفى قبل 7 شهور وما شاء الله وين جاب من الذرية، هو يعلمني بالقصة هذه الوليد صالح، هو شاي بن سبي. فأسأل الله وأسأل ثم المتابعين إنهم يدعون صالح وعلي بالرحمة والمغفرة، فهذولا هم آبائنا، هذولا هم جداننا، هذولا هم أهلنا على البساطة وعلى الأمانة. فصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير. آمين. يسعدك ربي.